ألف مبروك يا جرجس، زواج اليوتيوبر الشهير جرجس. اللي حصل بالظبط ان نزل جرجس على حسابه على انستجرام صور من فرحه، وطبعا تفاعل عدد كبير من محبين جرجس، وكمان اخوه رامي تفاعلوا مع الصور وهنوه بزواجه. وحرفيا جرجس ورامي من احلى اليوتيوبر اللي موجودين على اليوتيوب، حرفيا ناس محترمة جدا وعندهم ما شاء الله اكتر من 10 مليون مشترك، لكن عمرك ما تكون سمعت ان هم عملوا مشكلة او زعلوا حد او اتكلموا عن حد. دايما بقدموا المحتوى بتاعهم بكل احترام، وما بحبوش يعملوا مشاكل او يتكلموا على اي حد، وده طبعا حاجة نادرة جدا في وسط كل المشاكل اللي بتحصل على السوشيال ميديا، ومن كمان تحديدا الناس المشهورة. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.